السلام عليكم يا ولاد، النهارده فرح ابن مدام منى جلال. هشرح لكم بقى الفرح. اول حاجه دي ديونا حبيبتي حبيبتي العسل. قلت لكم العريس والعروسه جم، والعريس والعروسه اجوا فعلا هم ومدام منى. هي طبعا هتظهر لسه في الفيديو كويس تاني. احنا بقى جوه، بقى الفيديو جميل قوي النهارده، هيعجبكم قوي قوي قوي. فستان العروسه تحفه فنيه بجد، هيظهر كمان اكتر لما ندخل القاعه. فستان اصلا من تصميمهم اكيد، لان هم مصممين ازياء. بصوا بقى الفستان وجماله. طبعا دي رقصه سلو بقى العريس والعروسه. ما شاء الله العريس زي القمر، ربنا يحفظه يا رب. العروسه ما شاء الله اموره جدا برضو، ربنا يا رب يسعدهم ويصلح لهم الاحوال يا رب. ربنا يخليه لك يا مدام منى، ويخلي لك ولادك كلهم واحفادك. الفرح كان جميل قوي 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 قوي. معلش بقى يا جماعه، انا النهارده بعلق لكم بصوتي علشان انتوا عارفين حقوق الطبع والنشر وقانون القناه في المراجعه. فمعلش بقى، معلش معلش، عندنا شويه مشاكل كده في القناه كده، معلش. بس طبعا يعني انا هعلق لكم احلى من الفرح وربنا متقلقوش. يعني الفستان جميل قوي، ده موديل سمكه اللي هو بيبقى له ديل من تحت كده، من عند من عند الركبه كده، او يعني من عند الركبه كده، ديل اسمه ديل السمكه حاجه زي كده يعني. فاحنا قدام شويه، مش الناس الموضه يعني، قديمه انا شويه. البنات بقى فرحانين قوي النهارده، وما غالبا الاغنيه دي اللي كانوا بيرقصوا عليها اللي انا نورت قلبي بتاعت مدحت صالح، جميلة قوي. كانوا غنوها برضو في فرح بنتي، برضو جميلة قوي. او مصورتي ده بقى كنتش عارفة اصور منه برضو الفرح خالص، وكل شوية مش عارفة، مش هقول له انا اروح منك فين، مش عارفة والله. العريس قال بيسلم على حبايبه بقى، طبعا هيجي دلوقتي هيرقص بقى، ده اليوم هيبقى عسل قوي. دلوقتي العريس هيرقص بقى والدنيا هتبقى عسل جدا. خليكم بس معانا كده عشان نكمل الفيديو. هو الفيديو حوالي 24 دقيقة حاجة زي كده، عاملينه كده في اللذيذ يعني. احنا اختصرنا حوالي ساعتين ونص اللي انا حضرتهم في الفرح لل 24 دقيقة دول. طبعا كان في تفاصيل كتير، بس دي اهم التفاصيل اللي هو انا ركزت على مدام منى، حبايبها، العروسة والعريس، احفادها، اولادها كده يعني. يعني ما ركزتش في بقية المعازيم قوي، لان ايه يعني ده يعني مثلا هي بتسمح لي ان انا اصور الناس دي، لاني عارفه ان هم ينزلوا على القناه، انا ما ينفعش اصور حد يعني من غير ما يبقى عارف ان هو ينزل مثلا. ويعني دي مش يعني مش من حقوق الناس يعني، لازم نحافظ برضو على حقوق الناس وكده. انما طبعا العروسه حسن، وكانت بتغني بقى ومندمجه بقى هي والعريس بقى ما شاء الله. طبعا قلت لكم ان الفستان تصميم غالبا اخو العريس هو زيزو. هما عندهم اصلا اتيليه كبير بتاع فساتين غالبا في مرحبا. المدام العسل دي بقى اول دي اول بقى المعازيم اللي احنا اللي مدام منى قالت لي صوريهم، وفيونا هي والولد الجميل ده حفيد مدام منى برضو. دلوقتي مدام منى هتظهر تاني بقى، والعسل اللي بترقص دي. بصوا بصوا ما شاء الله اليوم كان جميل، كلهم كانوا فرحانين ما شاء الله. اليوم كان زي العسل. الجميله ام اسود العسل دي مرات ابن مدام منى ما شاء الله، الله اكبر. كلهم امارات، الله اكبر، كلهم جمال يعني، بجد كلهم زي العسل يعني. مش هتلاقي مش حلوه واحده حلوه، لا لا، كلهم جمال قوي بجد ما شاء الله، جمال جدا، ربنا يحفظهم يا رب. كل الناس كانت فرحانه امبارح، مدام منى هتظهر، هي ترقص بقى وهتزغرط بقى. كانت فرحانه امبارح قوي بصراحه، ست كلاس جدا، ست رقيقه جدا، محترمه قوي بجد، حبيتها يعني. يعني بجد يعني انا بجد اتشرفت ان انا عرفتك يا مدام منى والله العظيم. بصي ام العريسه رشاقه بقى، رشاقه. ايوه، بقول لها انت رشيقه، عماله تقولي انا عارفه منك يا سمسي، قلت لها انا عارفه. وفيونا بترقص وبتزغرط، زغرطي يا زغرطي يا بنت. الواد ابنها هيجي يرقص معانا برضو في الجنب بتاعنا هنا، اهو في النص بتاعنا بصراحة. وابنها اللي ورا اللي هناك ده زيزو، ده اللي ورا هناك خالص، ده غالبا ده المصمم بتاع الفستان برضو. الفستان برضو مدام منى برضو تبعهم، برضو تبع شغلهم برضو. وفستان فيونا برضو، فستان فيونا، الناس دي بقى اللي انا كنت قاعده جنبهم. المدام ام فوشيا دي جميله قوي عسل، كانت قاعده جنبي يعني، كنا قاعدين جنب بعض على نفس الترابيزه. وتسولكم الجاتوه، انا هروقكم، اصبروا بس عليا، انا هعملكم مقتطفات من كل حاجه.
وبنوتة العسل دي غالبا حفيدة مدام منى، مش عارفة حاجة زي كده، وما شاء الله احفادها كلهم الله اكبر جمال قوي. في بنوتة كمان عينيها خضر عسل قوي. بس انا بصراحة اللي هي صاحبتي كانت فيونا. فيونا اللي انا بصي استحبت عليها جامد، وفيونا بقى تفضل تحضر معايا على طول، خلاص احنا بقينا اصحاب. صح يا فيونا؟ سامعاني يا بت؟ ما شاء الله كل المعزومين كانوا فرحانين وبيضحكوا وبيرقصوا وبيغنوا على الاغاني ما شاء الله. بس احنا طبعا مش عايزين نحط الاغاني علشان الكوبي رايت. عندكم بقى حتى في الشاشه ورا اهو هتلاقوا الفرح بقى الجنب التاني شغال، اللي هو الجنب اللي فيه العروسه والعريس طالعين في الشاشات طبعا، فاهميني؟ بس ما شاء الله كان فرح زي العسل. كمان القاعه اللي هي اصل اوركيده اتعمل لها يعني تطورات بقى وكده، بس بصراحه بقت تحفه بجد. يعني انا ما جيتهاش من فتره، من حوالي سنه مثلا، يعني سنه من شهر 6 اللي فات، يبقى يعتبر حوالي سنه. بس يعني جميل، يعني جميل قوي، يعني بجد بجد حلو. وبنوت العسل، العسل ودي يعني برضو ام احمر دي، بنوت الجميله دي ضحكه ضحكه سكر جميلة. والبنوتة دي بقى حفيدة برضو مدام منى، البنوتة الجميلة متوكة العسل دي. هنا بقى العروسة بقى بترقص بقى على اغنية بتاعت محمد هنيدي، بس عسل قوي. وقت هتلاقي برضو العريس صاحب صحابه اجا يجي يرقص معاهم برضو كاجولو. ايوه ساب صاحبه، كان بيرقص مع صاحبه دلوقتي، سابه واجا عشان يرقص مع العروسة، والبنات كلهم فرحانين. كان يوم جميل ما شاء الله. وشويه بقى فساتين، انا كنت عماله بتفرج على الفساتين امانه، يعني انا احب لما اروح فرح اتفرج على الفساتين قوي غاويه يعني. او بنتفرج بقى على الميك اب والفساتين مش عارف ايه طبيعي يعني. كان في شويه سواريهات تحفه قوي بجد، في موديلات عجبتني قوي. بس هو غالبا اللي كان سائد قوي الاسود، هو عموما الاسود ملك الالوان. ده صاحب العريس بقى غالبا وعمال يرقص معاه حبايب بقى مدام منى. مدام منى بترقص اهي وحفيدتها وراها الجميله دي، ومدام العسل عسل قوي عجبتني، يعني اموره قوي. شافها يا بنت خالتها حاجه مش فاكره، او مرات اخوها باين مش فاكره برضو. عارفه انا ذاكرت السمكه بنسى، بنسى جدا. هي عرفتني بصراحه على ناس كتير بس انا نسيت. هي ترقص دلوقتي مع دول بقى كمان، والعريس هيجي يرقص دلوقتي، ولسه المدام المنضره العسل دي هتيجي برضو وهتصور ابنها بقى عزيزه اهو ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب يخليهم لها يا رب. الله اكبر عليه، يا ربنا يحفظه يا رب ويخليه لها يا رب، يسعدهم كلهم يا رب. هي بقى تعرفوا عليا بقى وهو هيجي يصور وبعدين يعمل لي كده يعني ايه، تمام كده تمام، تقول له ارقص معايا، تقول له بص انت بتصور ارقص معايا. والله كنت منورين يا مدام منى، والله العظيم انت وحبيبكم مدام العسل ايه جت هي بتقول لها ايه، بتقول لها انت بتتصوري يعني دلوقتي، اتصوري بقى. جميله قوي، جميله 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 ما شاء الله. في وشوش كده بتبقى حلوه قوي في الكاميرا بجد ما شاء الله، جميل قوي جميل. مدام منى ما شاء الله كانت فرحانه قوي بجد، كانت فرحانه يعني، انا كنت حاسه بانها فرحانه، فرحانه وملبوخه ومش عارفه تعمل ايه بجد يعني. كان يوم حلو. انا عريس او ام العروسه بتبقى ايه، عارفين الفاضيه المشغوله اللي هي ايه، يعني كل حاجه هي مش عارفه تعمل ايه، وحاسه ان هي مشغوله جدا، وفي نفس الوقت حاسه ان هي لوحدها برضه يعني. هي فعلا ده بيبقى احساس طبيعي. بنوت العسل هي ترقص مع مدام منى، وهيجي بقى العريس وقت يرقص بقى كمان، قرايبها بقى وحبايبها بقى كلهم بقى هيجوا دلوقتي، والعريس هيجي دلوقتي وهيطلع على الكرسي يرقص. خالته باين راح جابته، شافها مين؟ هي قريبته يعني قوي يعني. هيجي يرقص لكم بقى هنا. ربنا يحفظه يا رب ما شاء الله. ايوه تمام. العريس قلع الجاكيت بقى واداها رقص بقى.
وهتيجي العروسه دلوقتي كمان ترقص معاهم برضو، وزيزو اخوه ايجا اهو برضو عشان يرقص معاه برضو. ربنا يحفظهم يا رب كلهم. العروسه اجت اهي. احنا نقلب بقى الكاميرا معلش عشان نتفرج بالعرض كده شويه، لان في حاجات ما كنتش عارفه اصورها بالطول لان الكادر كان بيكبر مني. ده غالبا زوج مدام منى او اخوها حاجه زي كده، اخوها باين، اخوها باين. ما شاء الله العيله كلها متجمعه وكلهم بيرقصوا مع بعض، ما شاء الله يا رب يحميهم ويحفظهم يا رب. بصراحه كان يوم زي العسل والفرحه باينه على الكل. بصراحة انا كنت بصور وكنت فرحانة، يعني انا كنت حاسة ان انا ايه الفرح ده بتاع حد من قرايبنا يعني وكده. بجد والله ما كنتش حاسة ان انا حد غريب يعني ولا حاجة، لا الموضوع كان جميل. ومدام منى بصراحة يعني ضيافتها حلوة قوي بصراحة، يعني ما يعني تحسوا ان هي ايه، انت بتحسسك انت اهم حد موجود في المكان بجد بصراحة، يعني بصراحة ما شاء الله عليها. يعني هنقلب بقى الكادر اهو تاني، نطلع بقى بالطول، وهتيجي الوقت المدام ام لبن الجميله دي تتصور برضو، بتتكسف تتصور خالص. بس مدام منى هتقول لها ايه تعالي اتصوري، هتطلعي في التلفزيون. اصبروا بس اصبروا، كان يوم زي العسل اصلا. ايوه هي عسوله قوي، عسوله وهاديه كده، هاديه مش شعبانه زينا يعني. تقول لها تعالي تعالي عشان تصوري تصوري. اهو تصوري، اعملي باي باي. غلبان بتقول لها مكسوفه. مدام منى فرحانه بتزغرط ما شاء الله. والله والله كنت فرحانه لها قوي. انا مش عارفه اشغلكم الاغاني والله خالص. احنا ممكن في مرة كده نقوم عاملين الفيديو على القناة التانية، وحتى لو اخد كوبرايت كوبرايت مش مهم، شغلوكم بقى بالاغاني عادي جدا. احنا شوية كده وخلاص هنبدأ بقى خلاص الشبكة، هنلبس الشبكة. انا قلت لكم ان الشبكة كانت غالبا اللي هما التلات غوايش في بعض، اللي هما التلات غوايش في بعض اللي هما زي اسورة كده، انا وفيونا، انا وفيونا، وفيونا بترقص في حضني كميلة. احلى حاجة حصلت لي امبارح. تحية ليكي يا فيونا، فين القلب يا بت؟ هتيجي دلوقتي تعمل قلب، تقولي بصي خلاص الشبكة هيلبسوا الشبكة، خلاص هما كده لبسوا الدبل والشبكة. قلت لكم الشبكة كانت تلات غوايش اللي هما اسورة يعني كده في بعضها، وغالبا دبلة، دبلة وخاتم، دبلة ومحبس، مش فاكرة. أنا يعني مدام منى وريتها لنا في اللايف بس أنا ما ركزتش قوي. طبعا العروسة فرحانة بالدبلة، والعريس بيبص مدام منى، ومدام منى فرحانة، مامة العروسة برضو جنبها هتظهر دلوقتي، وغالبا هي دي خالة العريس بقى حاجة زي كده أنا مش عارفة. هتبان بقى كمان، هتبقى وقتي صورة جماعية جامدة كبيرة جدا، ناس كتير جدا 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 هيجوا دلوقتي يصوروا في صورة جماعية. هتلاقوهم دلوقتي. مدام منى بقى عايزه تنزل عشان يبداوا بقى ايه الناس تطلع تتصور، بس هي ايه ابنها مسك فيها ما رضاش ينزلها. وهنبدا بقى نعمل كادر كبير قوي للصوره الجمعيه الكبيره. مامة العروسه فرحانه ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها، باين عليها طبعا الفرح. يا رب يسعد كل ام ببنتها يا رب، كل الامهات، وكل الامهات تفرح باولادها وببناتها يا رب. ما شاء الله العريس والعروسه شبه بعض، الاثنين احلى من بعض، ربنا يحفظهم يا رب. هيطلعوا بقى، يبداوا بقى العيله بقى تطلع بقى واحد واحد تتصور. وفيونا هي طلعت كلهم، ومصطفى الجميل. مصطفى ده عسى. نقلب بقى الفون عشان هنتفرج بقى على الكادر وهو بالعرض. مامه العروسه، وغالبا اخت العروسه، اخوات العروسه، او خالات العروسه مش عارفه، والعريس ومامه العريس واحفاد مامه العريس، ما شاء الله ربنا يحفظهم كلهم، الله اكبر عليهم، جمال جدا. ويبدا بقى ايه، هما بقى نزلوا بقى خلاص، ويبدا بقى اصحاب العريس بقى يصوروا واحد واحد. كتير جدا جدا جدا، انا ما صورتش كل الناس، ده انا صورت كده ايه بعض المقتطفات البسيطه، لان ما شاء الله ما شاء الله ده الناس كانت كتير قوي، كتير، والبنات كتير، والولاد كتير جدا، ما شاء الله كان فرح هايل يعني. والقاعه كانت تحفه تحفه بجد. غالبا دلوقتي بقى هيقطعوا التورته، مش فاكره بقى، متهيألي في بنوت عسل هتيجي دي. ايوه العسل دي صورتها، كانت زي العسل، فستانها تحفه، رقيقه قوي.
بنات الجمال دول بحبهم قوي. ايه التورته بقى؟ خلاص انا بقى قعدت بقى ايه اجيب الف من هنا الف من هنا، مش عارفه اجيب مكان اصور منه. هتلاقوني لفيت الجنب التاني كذا مره علشان اعرف اجيبهم من وشهم، عشان الناس كلها المصورين بتصور وانا ولا عارفه اقف قدام المصور ولا ورا المصور. ليه؟ قدام المصور ما ينفعش، ورا المصور انا قصيره فمش عارفه اجيب حاجه، مش عارفه ابص. فكان وضعي لا يسمح خالص. دول 5 ادوار عشان لازم اشرح لكم كله. دول 5 ادوار تورته. طبعا انا اكلت من التورته، خلي بالكم مدام منى جابت لي حته تورته كبيره قد كده اهو، وقعدت اكلتها انا وفيونا. والله جابت لي تورته والبت فيونا، قعدت اكلها بالشوكه بايدي. صح يا فيونا؟ طبعا هتتفرجي طبعا على الفيديو دلوقتي لما انا انزله، وهتشوفي بقى ايه. مكه فيونا، ومكه مكه اخت فيونا اجت بقى لسه جايه من شويه وجاتوه هو. انا يا جماعه يلا عشان بصوا ما حرمتكوش من حاجه، فرجتكوا على كل حاجه. لسه التورته ما جتش، هي هتجيب لي تورته دلوقتي، بس احنا الاول لسه في الجاتوه. واخدنا الباتون سالي، كان في طبق كده في باتون سالي وبيتقسم على الترابيزه، فانا قلت لهم فين نايبي؟ هما كده يفرجوا دلوقتي على الفيديو. اخدت نايبي حقي. وكل الترابيزه قعدت تضحك. قعدنا والله كان يوم زي العسل. وقسمت بقى، قسمت انا وفيونا مع بعض. ايوه فيونا قلبي قلبي يا فيونا، بتعمل لي قلب. انا طبعا كنت بقولها قلبي يا فيونا عشان تعمل لي قلب كده. وهنا بقى العريس والعروس بقى بيرقصوا سلو. والله مش فاكره كان على اغنيه ايه، غالبا تامر حسني حاجه زي كده، مش فاكره بصراحه. بس كانوا بيرقصوا بقى هنا سلو. غالبا احنا خلاص قربنا نخلص الفيديو يعني، هما يرقصوا سلو وبعدين شويه رقص تاني يعني اكتر من سلو بقى. اشرب شويه بيبسي عشان ريقي نشف، ريقي نشف من كتر الكلام. ام هو كيس عشان اشرح لكم الفرح. انا بقى يعني لقيت الولد الزقنن الجميل ده، فقلت ده قصير حلو اقصر مني، احاول انا اصور من بعد منه عادي مش هيعمل لي مشكله. هما بقى كانوا منسجمين جدا، دلوقتي هيرقصوا بقى كمان جامد بقى. اصبروا بس، ده انتوا خليكم بس متحمسين. شويه فساتين بقى كمان، يا خرابي على الفساتين، والله ليت شبابه يعودوا يوما. كان الواحد لبس فساتين زيهم كده، فساتين جميله، احمر واخضر واصفر وزهري واسود وحاجات جميله بقى، حاجات مبهجه كده. طبعا السلو بقى هنا كانوا في 3 على السلو، العريس والعروسه وغالبا دخت العروسه حاجه زي كده، او اخو العروسه ومراته يعني حاجه زي كده يعني. يعني كانوا في 3 كابلز، العروس والعروسه واثنين كابلز تانيين. بس انا بصراحه ما رضيتش اصورهم ايه يعني، لان انا تركيزي كان كله على العريس والعروسه. التصوير كان جميل قوي، وكانت الاضواء حلوه والاجواء جميله، وفي زي فاز كده كبير فوق من الورد، كبيره جدا جميله قوي. انا وريتها في اللايف امبارح، تحفه تحفه بجد، هتلاقوها في اللايف. الديكور كمان كان جميل قوي امبارح. صبري صبري الصبار بيقول لي ايه، هو انت قاعده في القاعه لوحدك؟ تروح الفرح لوحدك؟ هو الفرح اتملى اهو يا اخويا، الناس هي انا مش عارفه اقف اصور اساسا. انا بيني وبينكم قلت اروح بدري عشان الاقي مكان اقعد فيه، لقيت مدام منى جايه تدور عليا عشان اكلمتها قدام باب القاعه، وقلت لها ايه انا جيت. قالت لي اديني استنيني يا سماسيمو، انا نازله ايه السلم. استنتها بقى، اول ما دخلت القاعه دخلت والله العظيم تدور عليا، واخدتني قعدتني معاها بقى على ترابيزه العريس، على ترابيزه ام العريس، عشان ما كنتش قاعده يعني حاسه بغربه ولا حاجه، كنت قاعده ايه من ضمن العائله يعني. طبعا العروسه والعريس منسجمين، اخدين بالكم؟ شايفين الانسجام؟ ربنا يسعدهم يا رب، ربنا يسعدهم يا رب. الوقت هيرقصوا بقى رقصه عادي بقى، مش رقص سلو، لان غالبا الرقصه السلو خلصت. انا عشان ما فيش صوت دلوقتي، لان انا كتمت الصوت بتاع الاغاني ومشغله صوره بس علشان اعلق لكم عليها بصوتي، فاهميني؟ هو ربنا ما يحرمكوش من صوتي،
ما اعمل ايه، اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه لو ما كانش الكوبي رايت وربنا كنت نزلت لكم الفيديو زي ما هو. هيرقصوا بقى الرقص اللي هو العادي بقى، مفيش بقى اسلوب بقى خلاص. العريس هيرقص شويه رقص عسل قوي، والعروسه برضو. بس انا مش فاكره بقى الاغاني كانت ايه بصراحه. ايوه هو هنا هقول لكم، انا هقول لكم هو هنا كانت الاغنيه بتاعت انت عادي بس اوبس اوعى دي، مش عارفه بتاعت مين، حاجه زي كده، شمس طالعه باين. ايوه هي الاغنيه دي، هي افتكرتها عشان دي كان اول اغنيه يغنوا عليها بعد السلو. بس كانوا ما شاء الله مبسوطين، كان عسل قوي. البنات ورا بقى يبصوا مهيصين. ما شاء الله ما شاء الله، جمال جمال يا اولاد. ادعوا لهم يا اولاد ان ربنا يسعدهم ويصلح حالهم، ابعد عنهم الشر والعين، ويكمل لهم كده على خير يا رب. وان شاء الله نحضر فرحهم بقى الكبير ان شاء الله. ربنا يسعدهم يا رب، ربنا يسعدهم لك يا رب يا مدام منى، وتشوفي خلفه يا رب يا رب يا رب، ويرزقك برهم يا رب، ويخلي لك اولادك واحفادك. هي مدام منى على فكره امبارح قالت لي معهاش بنات، هي كل اولادها اولاد، هم بقى جابوا لها البنات. يا رب يخليهم لها كلهم يا رب، وابعد عنهم الشر والعين. العريس ما شاء الله جميل ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب. العروسه زي العسل، اليوم كان زي العسل، كله فرحان، كلهم مبسوطين. بصوا بصوا البنات بقى، في بنوته وقتها تيجي لابسه اسود بترقص عسل قوي. انا برضو ايه صورتها برضو. العريس بيقول باي باي للناس، يلا وبوسه كمان. بيسلم طبعا على اصحابه وقرايبه. بنوتة الجميل دول شوية بنوتات عسل. ايوه شايفين يا ولاد، شايفين الجمال. على فكرة هما كمان ظاهرين كمان في الشاشة ورا، يعني قدامكم هنا وفي الشاشة برضو. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين اولاد الجمال. الفرحه حلوه يا اولاد والله العظيم، ربنا يفرح الجميع يا رب. يلا اولاد كلكم بقى تدعوا لهم بقى في الكومنتات ان ربنا يا رب يصلح حالهم ويسعدهم، ويا رب اللي ما اتجوزش يتجوز، ويا رب اللي اتجوز يتجوز تاني، المهم ما يفتريش على مراته عشان عارفه انتم مفتريين وظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكل البنات ومحمود وساره، ده الكابلز بتاعنا الجديد بقى اللي هو القادم ان شاء الله. ان شاء الله انا اللي هعلق لكم على فرحكم برضو، مش هتروحوا مني فين. انا برضو اللي هعلق لكم على الفرح بتاعكم، اي حد بعد كده يتجوز ماليش دعوه، انا اللي هعلق لكم على الفرح بتاعكم. انا هروح اصور بقى بعد كده، انا بعد كده هروح اصور الافراح بقى يا جماعه. إيه لو طلع الفيديو حلو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس. إيه وما تنسوش يا اولاد يا اولاد يا اولاد، ما تنسوش يا ولاد تدعوا لبعض في الكومنتات، وتفتكروا بعض بدعوة حلوة كل ما تيجوا تصلوا. وألف ألف مبروك يا مدام منى، باي باي.